كيف سرقت ديهاننا؟ تمام. ابننا مين بيقول خاله؟ خالة اخت ابي. خال ابنا خفاش بيوض، قال له طير مطار بشفافه، ما ضل حدا الا شافه، له عينتين وست جرين وصنم بين كتافه. خلص استسلم بقى، اعترف بغلطك. اعترفت. مرحبا. يا اهلا. كيفك؟ تمام. بتعرف شو عنا؟ محمد كيف سرقت ديهاننا؟ تمام. حدا ذكي بيقطع الطايش. احتمال ايه واحتمال لا. نزلت وانا معي ثلاث حزازير، اذا بتعرف انت واحدة منهم فانت رح تربح. تمام. جاهز؟ جاهز. عمتك اخت ابوك، خال ابنها مين بيكون؟ عمتي اخت ابي. خالة؟ خال ابنها. خال ابنها. خال ابنها. طيب احزر شو؟ طيب انا رح احاول افصل لك اياها. تمام؟ عمتك اخت ابوك بتعرفها انت، عندها ولد. ابننا مين بيقول خاله؟ لا ابي. طيب راح ارجع اسالك حزورة، عمتك اخت ابوك خال ابنها مين بيكون؟ ابي. الواحد بس يجزئها فهي راح تطلع معه دغري النكته. سهله. تمام. طيب راح اسالك حزورة ثانيه. جاهز؟ ست بيضات كسرت وحده، قليت وحده، اكلت وحده، كم وحده معك؟ ثلاثه. غلط. كسرت واحدة. ضل معي خمسة. لا صح. كسرت واحدة. شو عرفت؟ أكلت واحدة. أكلت واحدة. حتى ساعدك شو؟ لا أبدا. ما حدا؟ لا. سألك حزورة ثالثة. تعرف شو هو الطائر يلي بيتكاثر بالولادة؟ الطائر اللي بيتكاثر بالولادة؟ في طائر بيتكاثر بالولادة، بتعرفه شو؟ لا. وما في هيك شيء أساسا. ما في. طيب وإذا كان في؟ ما في. طيب إذا كان في؟ ما في غير التناني. حتى طيب إذا كان بالبيض. طيب إذا كان في، إذا كان في رح تحذرني حزورة. ماشي. جاهز؟ جاهز. خفاش. خفاش بيوض. لا. خلاص استسلم بقى، اعترف بغلطك. اعترفت. الخفاش هو بيتكاثر بالولادة. تمام. طيب يلا هات حذرني حزورة. هلا هي لغز مو حزيرة. طيب انا بحب الالغاز. طيب قال له طير مطار بشفافه، ما ضل حدا الا شافه، له عينتين وست جرين وصنم بين كتافه. صنم بين شو؟ بين كتافه. نسترين او عصفورين؟ لا. له اربع رجلين؟ هو شيء جماد يعني، كل بياعين الخضر بيستعملوه، كل السمانه بيستعملوه. مستحيل يكون في سمان او بياع خضره الا وعنده منه. ميزان؟ ميزان. على فكرة هي انت ضيعتني، انت شو قلت لي بيطير؟ اكيد. هو قصدك هيك؟ اكيد انا بيضيع. شو كان اسمه؟ محمد. محمد. محمد انا كثير انبسطت انك طلعت. الله يخليك يا حبيب قلبي. وانا بحبك كثير والله. بدك تقبر قلبي. محمد انت ربحت معي جائزة مقدمة من يلا تي في برنامج تراي اجين. شكرا كثير. شكرا كثير. احلى زلمة. باي حبيبي.